السلام عليكم أعزائنا الطلبة، أهلا وسهلا فيكم في مادة الفيزياء في الصف الأول الثانوي الفرع العلمي. نكمل مادتنا في الفصل الخامس الاتزان السكوني والعزم بالدرس الثاني اتزان الجسم الجاسئ. حاليا سنتكلم عن العزم الناتج عن تأثير أكثر من قوة. نبدأ بواجبنا البيتي، وبتمنى تكون معاكم حلولكم وانتوا حالينها من سابقا يعني، فإحنا بدنا نتأكد من إجابتكم إن شاء الله بتعدلوا لو كان في عندكم خطأ. صنارة الصيد في الشكل تصنع زاوية 20 درجة مع الأفق، كم يبلغ مقدار عزم القوة الناتج من السمكة؟ إذا إحنا هنا بنتكلم عن عزم القوة اللي مطلوب معانا، إحنا عارفين قانون عزم القوة، إذا بدنا نطلع الكمية كم يبلغ مقدارها، فإذا عزم القوة لام في قاف في جيب الزاوية. بنلاحظ إنه عندنا هذا الشكل، هذه هي عبارة عن لام، المسافة من نقطة اللي هي محور الدوران إلى نقطة تأثير القوة، هذه المسافة هي لام. طبعا عندي القوة بهذا الاتجاه، اتجاه السمكة بهذا الشكل. في عندنا إذا المسافة لام معروفة، عندي القوة أيضا معروفة، لازم إحنا نتأكد من الزاوية. الزاوية بتكون حكينا بين ذيلي لام وقاف، فبالتالي إذا إحنا بنمد عندي لام بهذا الشكل وعي عندي قاف، فبتكون هذه هي الزاوية، مجموع كل من 20 زائد 37. نبدأ الحل. إذا في عنا الزاوية تكلمنا عنها، هي عبارة عن 20 زائد 37 57 درجة، فبنيجي نطبق مباشرة على علاقة عزم القوة تساوي لام في قاف في جيب الزاوية ثيتا. لام عندي 2 متر، بضربها بقاف وهي عبارة عن 100 نيوتن ضرب جيب الزاوية 57 درجة، بيطلع معنا الإجابة كالتالي 168 نيوتن في متر، طبعا وهي وحدة عزم القوة. هذا اللي كان مطلوب عندنا بالسؤال، لكن لو اجينا نحط عندنا الاتجاه، وين اتجاه عزم القوة؟ بستعمل قاعدة اليد اليمنى زي ما تكلمنا، بحط إبهامي باتجاه لام وهي بهذا الشكل للأعلى بهذه الطريقة، أصابعي الأربعة بتكون مفتوحة باتجاه القوة اللي هي للأسفل، فبالتالي عزم القوة يكون خارج من باطن كفي. كيف خارج من باطن كفي؟ نرجع مرة ثانية بالتوضيح. إذن هي لام هي القوة، وخارج من باطن كفي هو اتجاه العزم، فإذن عزم القوة خارج عن اللوح. طيب لوين اتجاه الدوران؟ اتجاه الدوران على طول إحنا بنقدر نعرف من خلال القوة المؤثرة. كيف بدها تكون؟ لاحظ القوة هي عندي نقطة ثابتة، القوة عم تتحرك بهذه الطريقة، فإذا عندي العصا كلياتها رح تتأثر بالقوة باتجاه الأسفل بهذا الشكل، فإذا الدوران بيكون عكس عقارب الساعة. طيب هذا الدوران في طريقة تانية أنا أعرفه غير القوة؟ طبعا في الإجابة عندك، الإجابة طلعت موجبة، الإشارة الموجبة هون فورا تعني أنه الدوران عكس عقارب الساعة. وهيك إحنا راجعنا السؤال من الدرس السابق، لو عندك أخطاء عدلها. أما نتاجات درسنا اليوم اللي هو كيف بتأثر عندي أكثر من قوة، فشو التأثير هذا الناتج منها، حنشوف ونفسر تأثير عدة قوة، نوضح المقصود أيضا بالازدواج، وحنوضح مفهوم العزم في تفسير عدة تطبيقات مثل صنبور الماء، مقود سيارة إلى آخره، وحنطبق العلاقات الرياضية أيضا في مسائل حسابية، رح تقدر أهمية أيضاً العزم في حياتك العملية، حتشوف كيف إنه هذه الدروس كلياتها من تطبيقات في حياتنا. نبدأ هنا نعمل مراجعة سريعة وننتقل على الرابط اللي عندي نلعب مع الفيزياء. في عنا أسئلة محتاجة لإجابة، يلا خلينا نفكر مع بعض. النقطة التي يمكن اعتبار أن كل كتلة الجسم متمركزة فيها، فإذا علق منها بشكل حر فإنه لن يدور. شو هي النقطة هاي اللي بتمركز فيها كل كتلة الجسم؟ هل هي عزم القوة أم الجسم الجاسئ أم مركز الكتلة؟ نعم هي مركز الكتلة، صح صحيح ممتاز. نيجي على السؤال الثاني، الأثر الدوراني للقوة التي تؤثر في جسم قابل للدوران حول محور، شو بنسمي هذا الأثر الدوراني؟ أيوة تذكروا هدول الكلمتين بداية لتعريف مين، عزم القوة أم الجسم الجاسئ؟ أيوة الخيار عندك هو عزم القوة، ممتاز. إذن عزم القوة الإجابة الصحيحة. السؤال الأخير وخيار أخير، الجسم الذي تبقى الأبعاد بين أجزائه ثابتة عندما تؤثر فيه
قوى خارجية، فيظل شكله ثابتا. وهذا هو تعريف الجسم الجاسئ اللي ما زلنا بنتكلم عنه حتى في درس وحصة اليوم، فهو الجسم الجاسئ. نيجي إذن نكمل درسنا. في عنا هنا نشاط، إذا بتتذكر هذا النشاط قمنا بعمله عمليا ولاحظنا الفيديو، فبسألنا بهذا السؤال: عندي أي القوى مسؤولة عن الأثر الدوراني للمسطرة؟ أي القوى مسؤولة عن الأثر الدوراني للمسطرة؟ طيب هل هي قوى مستوية؟ خليني أبسط لك، هل هي مستوية أم غير مستوية أو غير متلاقية؟ طبعاً إحنا حنشوف عندنا هون هي المسطرة، أنا عشان أدورها طبعاً لازم أحدث قوة، أنا هذه القوة اللي بدي أحدثها ممكن تكون بهذا الاتجاه، طبعاً القوة ممكن تكون باتجاه آخر بهذا الشكل، هيك عشان أخليها دوران أكثر إذا بدي أأثر بقوتين. هدول القوتين غير متلاقيتين، يعني حتى لو مديناهم لن يلتقوا لكنهم متوازيتين، فبهذه الطريقة إذن نحدث الأثر الدوراني للمسطرة. كيف يمكننا زيادة سرعة دوران المسطرة؟ كيف ممكن نزيد سرعة الدوران؟ طيب ممكن نفكر كالتالي، أنا ممكن هذه القوة مثلا أبعدها، أزيد البعد العمودي، أبعدها عن مركز الدوران أو عن محور الدوران، ممكن أزيد القوة. فإذا عندك عدة خيارات، ممكن تزيد القوة، ممكن أغير الزاوية، طبعا ممكن أغير الزاوية، لكن دائما القوة لما تكون زاوية بينها وبين لام 90 درجة بتعطيك أكبر عزم قوة ممكن. السؤال الثالث: كيف يمكننا تغيير اتجاه دورانها؟ كيف بدي أغير اتجاه الدوران؟ نطلع على الشكل ونشوف، أنا عندي هدول القوتين بدي أمحي حواليهم حتى نقدر نركز فيهم. بهدول القوتين بتتحرك المسطرة، كيف بتتحرك؟ بهذا الشكل، بهذه الطريقة، صح ولا لا؟ طيب أنا بدي أقلب أعكس اتجاه الدوران، لما بدي أعكس اتجاه الدوران بكل بساطة بعكس اتجاه القوة، فبدل ما تصير عكس عقارب الساعة حتلف وقتها مع عقارب الساعة، إذن بتأثر اتجاه القوة في اتجاه الدوران. هيك إحنا إذن نعرف أنه مو عندي عزم واحد فقط، عندي أكثر من قوة، إذن أكثر من عزم. زي مثلا هذا الشخص، أنا عندي هذا الشخص عم بتحرك بهذا الشكل بهذه الطريقة، نلاحظ أنه نلاحظ أنه عندي هذا الشكل أو هذا عندي هذه اللعبة فيها شخصين بيأثر كل منهم بوزنه، أنا إذن عندي عزمين قوة مش واحد، الشخص الأول رح يكون له عزم قوة والشخص الثاني أيضا له عزم قوة، فبالتالي إحنا هون بنحكي مدامه في أكثر من قوة فإنه في عندي عزم كلي مؤثر ويكون يساوي المجموع الاتجاهي لعزوم القوى. أيوة، المجموع الاتجاهي لعزوم القوى، بحيث أنه عندي مجموع عين قاف كمتجه يساوي مجموع عزوم القوى لجميع القوى المؤثرة عندي. طبعا لما نتكلم نحكي عن الجمع الاتجاهي، يعني لازم أنا أراعي هو هذا العزم مع عقارب الساعة ولا عكس عقارب الساعة. إذا مع عقارب الساعة شو كانت إشارته؟ سالبة، فبدنا نعوض الإشارة السالبة. طب وإذا كان عكس عقارب الساعة بعوضه موجب، فضروري إذن لأنه هذا الجمع اتجاهي تدخل موضوع الاتجاه في حساباتنا. على هذا القانون أكيد حنطبق هذا المثال. المثال كالتالي: طول قضيب أو قضيب طوله 4 متر قابل للدوران حول نقطة الارتكاز ألف. هي عندي هذا القضيب بدور حول نقطة الارتكاز ألف عند منتصفه، وتؤثر فيه القوى المبينة في الشكل، احسب العزم المحصل لتلك القوى حول النقطة ألف. بناء على هذاك القانون اللي هو مجموع عزم القوة المتجهي بدنا نستخدمه في حل هذا المثال. قضيب طوله 4 متر قابل للدوران حول نقطة الارتكاز ألف، فنقطة الارتكاز ألف هذه هي النقطة اللي بتحرك حولها القضيب، طبعا عند منتصفه موجودة وتؤثر فيه القوة المبينة في الشكل، احسب العزم المحصل لتلك القوة حول النقطة ألف. أيوة، إذا النقطة الثابتة عندي هنا هي ألف. بهذه الحركة إحنا لازم هلأ نفكر شو مطلوب منا؟ إحنا العزم المحصل مطلوب، العزم المحصل هو نفسه العزم الكلي، أيوة، اللي هو المجموع المتجهي لعزوم القوى للقوى المؤثرة طبعا معنا. بدي أحدد أنا الاتجاه إذا على الرسم حتى أحسب وأجمع كل القوى اللي عزمها مع عقارب الساعة مع بعض، وكل القوى اللي عزومها عكس عقارب الساعة برضو مع بعض، وفي النهاية بنطلع المجموع الكلي أو المحصلة.
إذا خلينا نبدأ نحدد. في عندي على الشكل هاي النقطة ألف ثابتة، إحنا عندنا أعتبر هيك النقطة ألف ثابتة والقيمة 3 نيوتن أو القوة 3 نيوتن رح تتحرك القضيب بهذا الشكل للأعلى. طيب هذه الحركة بهذه الطريقة مع ولا عكس عقارب الساعة؟ هذه مع عقارب الساعة. ما دامها مع عقارب الساعة إذا عزم القوة شو بتكون إشارته؟ سالبة. نعم إشارته سالبة. نيجي على القوة 9 نيوتن، 9 نيوتن كمان بنفس الطريقة راح تحرك لي حول النقطة ألف بالاتجاه أيضا مع عقارب الساعة، فإذا عزم القوة أيضا حنعوضه سالب. تعالوا على عند النقطة ألف بالضبط، أنا عندي قوة. هذه القوة طب على نقطة الارتكاز تماما، هل حتتحرك؟ لا ما حتتحرك. هل بتعمل دوران؟ لا ما حتعمل دوران. إذا ما دام مطلوب مني عزم القوة المحصل فإنه أنا بدي أطلع لكل قوة من هاي القوة عزم القوة الخاص فيها باستخدام لام في قاف ضرب جيب الزاوية. إذا لام في قاف في جيب الزاوية ثيتا. هذا هو القانون إذا اللي حنستخدمه، بتطلع لما تكون عندي عزوم القوى مع عقارب الساعة يكون الدوران عفوا. إذا مع عقارب الساعة فببدأ إذا مجموع عزوم القوى يساوي القوة الأولى عندي 3 ضرب 2 في جيب الزاوية. كم الزاوية عندي أنا هون؟ 90 درجة لأنها عمودية تماما. بدي أجمعه مع مين؟ احنا طبعا هون بدناش ننسى انه في عندي اشاره سالبه، اذا لازم احط عندي اشاره سالبه في البدايه. هذا بالنسبه لعزم القوه اللي مع عقارب الساعه، حكينا لازم نعوض الاشاره السالبه لانها مهمه. بالنسبه للقيمه الثانيه او القوه الاخرى اللي هي 9 نيوتن ايضا بدي اعوضها سالب 9 مضروب في المسافه. هون عندي هي 1 متر لانه طول القضيب كامل 4 متر والجهه اليسار 2 واليمين 2 فبضل عندي 1 ضرب جيب أيضا الزاوية 90 درجة لأنها عمودية تماما على القضيب. بضل عندي هل في إشي تاني مع عقارب الساعة؟ ما في. إذا هذه مع عقارب الساعة الآن بدي أوجد الناتج وبيكون كالتالي. الناتج عندي بيكون سالب 15 نيوتن في متر. هذا إذا مجموع عزم القوة اللي مع عقارب الساعة. نيجي هلأ نحسب عزوم القوة للقوة اللي حتتحرك عكس عقارب الساعة، وهالمرة حنعوضهم كلهم موجب. إذا نيجي هنا عندي عكس عقارب الساعة، نغير اللون. هنا عكس إذا عقارب الساعة بده تكون بهذا الشكل، مجموع عزوم القوة اللي عكس عقارب الساعة بيساوي القوة الأولى اللي هي عبارة خلينا ناخذ من أقصى يمين 6 نيوتن، هحوضها موجب 6 بدي أضربها في طول أو المسافة بين نقطة التأثير ومحور الدوران اللي هي 2 بضربها في جيب الزاوية 90 لأنه القوة 6 نيوتن متعامدة عليها، زائد بدي أجمع هلأ القوة اللي هي عندي 2 نيوتن. نلاحظ أنه في هنا عندي معطى زاوية 30 درجة، هل هي الزاوية هي هاي اللي حعوضها؟ هلأ بنشوف. نلاحظ هون بدنا نكون دقيقين جداً، لما احنا نتكلم عن المسافة اللي هي لام حتكون بين نقطة اللي هي محور الدوران ونقطة تأثير القوة، عندي لازم يلتقوا ذيلين مع بعض، معناته اذا بمد عندي لام بهذا الشكل وبتكون الزاوية هذه هي كلها الزاوية المطلوب تعويضها. هذه الزاوية عبارة عن 90 درجة زائد كم؟ زائد هذا الجزء المتبقي. ممكن طالب يقول لي مس أسهل إحنا نأخذ 180 درجة ونقص منها 30، برضو صحيح 180 درجة كاملة بنقص منها 30 أو بجمع 90 للجزء المتبقي حتى نكمل 90، هنا 60 درجة بجمعها مع 90 برضو ممكن. المهم النتيجة النهائية عندي بستعمل زاوية مقدارها 150 درجة، فباجي بعوض طبعا برضو بإشارات موجبة لأنها كلها عكس عقارب الساعة 2 ضرب 2 في جيب 150 درجة. تطلع عندي الإجابة النهائية هون 14 نيوتن في متر، 14 نيوتن لكل متر في متر. عندي إذن مع عقارب الساعة وعكس عقارب الساعة، إحنا هناخد هدول الأرقام هلأ ونطلع المحصلة أو اللي هو العزم المحصل المطلوب عندي في السؤال. فإذا نيجي على السلايد اللي بعدها
طلع عندي مجموع عزوم القوى اللي مع أقارب الساعة، اللي مع أقارب الساعة كان يساوي سالب 15 نيوتن في متر، أما مجموع عزوم القوى اللي عكس أقارب الساعة بيساوي 14 نيوتن في متر. الآن لازم أطلع العزم المحصل وهو المجموع لكلاهما. العزم المحصل يساوي العزم هنا المحصل عشان تكون هيك أوضح، بيساوي على طول بدي أجمع سالب 15 زائد 14. الإجابة إذن عندي سالب 1 نيوتن في متر. نشوف اللي بعده. في عنا هون نلاحظ إحدى برضو المواضيع المتعلقة بعزم القوة. عندي هنا العزم الناتج عن تأثير الجسم، تأثر الجسم بقوتين متساويتين. هون الجسم بده يتأثر بقوتين متساويتين في المقدار، متعاكستين في الاتجاه. إذن إحنا عنا هون شرطين، أولاً قوتين متساويتين مقداراً، عم نحكي متعاكستين اتجاهاً. في عندي شرط ثالث، إيش هو؟ إنه خطا عملهما غير منطبقين، وحنحدد هدول الشروط الثلاث مهمين جداً. هاي واحد اثنين ثلاث كلياتهم بيعملوا لي شيء اسمه عزم الازدواج. إذن شو هو عزم الازدواج؟ هو عبارة عن العزم الناتج من تأثير ثلاث أمور مع بعض، مع بعض ما عم نحكي وحدة وحدة، لا مع بعض. إذن قوتين متساويتين في المقدار، مع إنهم متساويتين في الاتجاه، متعاكستين عفوا في الاتجاه. ثالث شغلة إنه خطا عملهما غير منطبقين، مثل عندي هون بحنفية الماء. وزي ما حكينا تطبيقات العزم ما إلها نهاية بحياتنا، في كل محل بنروحه في عندي. إذن هنا قوة مؤثرة وهنا أيضا قوة مؤثرة، ما لهم هدول القوتين؟ متساويتين متعاكستين اتجاها زي ما انت شايف. كمان في عندي الشغلة الثالثة انه خطا عملهما غير منطبقين، حتى لو مديناهم خطوط عملهم غير منطبقة وإنما هي فقط متوازية. هون بيطلع عندي اشي اسمه عزم الازدواج. ايوة هذا عزم الازدواج. اذا في عندي قوتين مزدوجتين عم بحركوا، لاحظ كيف الحركة اللي هون بتكون؟ الحركة اللي عنا دائماً بهذا الشكل حتكون بهذه الطريقة، لأنه إحنا عنا قوتين عم بيعملوا لي هذه الحركة، والتنتين عم بيحركوا لي صنبور الماء هون عكس عقارب الساعة. عزم الازدواج له قانون وله علاقة يعني، أو مأخوذ من عزم القوة. فعندي عزم الازدواج دائماً قاف في لام فتحة. قاف اللي هي القوة المؤثرة، لام فتحة إيش؟ لام فتحة هي المسافة أو البعد العمودي بين القوتين نفسهم، البعد العمودي بين خطي عمل القوتين. إذا كانوا القوتين متعمدتين فهو هذا الخط مباشرة. إذا عندي مثل هذا الشكل، القوتين هنا متعمدتين مع المسافة. نيجي نشوف بالتفاصيل. في عندي هنا كمان من تطبيقات الازدواج عند القيادة. هتلاحظ أنه أي شخص بده يقود، مثلا أنا بدي يعني ندرب سواقة مع بعض بحصة الفيزياء، أيوة بحصة الفيزياء، نمسك هيك بدي أنا أحرك سيارة على اليمين، على اليمين. إذن كيف بدي أأثر؟ هذه الإيد بدها تحرك بهذا الاتجاه، والإيد اللي هون بدها تسحب بهذا الاتجاه. أيوة هدول القوتين اللي بنحكي عنهم. طبعا أثناء الدوران كلا القوتين متساويتين مقدارا، متعاكستين اتجاها، خطا عملهما غير منطبقين، مشان هيك تحصل القيادة. وإذا بدك على الجهة الثانية بدك تعكس جميع القوى للجهة الأخرى. قد ما هو الموضوع هذا مهم، خلينا هون نطبق على هذا السؤال، ويا ريت يكون معك ورقة وقلم وتقدر تطبق معنا. يبين الشكل 5-16 قضيبا منتظما طوله 100 سنتيمتر. أيوة 100 سنتيمتر على طول حتقولوا لي إيش؟ حولي لمتر، مظبوط. قابل للدوران حول محور عمودي على محور القضيب يمر في منتصفه، تؤثر فيه قوتان قيمة كل منهما 10 نيوتن، وتميل كل منهما بزاوية 30 درجة. أيوة في هون ميل بزاوية 30 درجة عن محور القضيب. احسب عزم الازدواج المؤثر في القضيب. إذا مطلوب عندنا هون عزم الازدواج. طيب عزم الازدواج إيش حكينا قانونه؟ قاف في لام فتحة، ولام فتحة هي عبارة عن بعد العمودي بين القوتين.
طيب وين هذا البعد العمودي؟ خلينا نيجي نحدد كل شيء عندي على الرسم. عندنا إذن هاي القوة بهذا الشكل وهي الزوايا 30 درجة. إحنا عندنا هون لاحظ في عندي مثلث هون بدي أنا أستفيد منه وأحط وين البعد العمودي وأقدر أحدده. هل هذا هو البعد العمودي بين القوتين؟ لا، مش هذا هو البعد العمودي بين القوتين. إحنا بدنا بعد عمودي، عمودي يعني حامل 90 درجة بين القوتين أو اللي هي خط عملهما بهذا الشكل. إذن هذا هو البعد العمودي المطلوب معنا، هذه هي بعد عمودي. إذن هذه هي عبارة عن لام فتحة اللي لازم أعوضها بالقانون. كم هذه لام فتحة؟ تعالوا نستفيد برضو من الأشياء اللي إحنا بنعرفها في المثلثات. عندي هذه المسافة كاملة هي حكالي 100 سنتيمتر، 100 سنتيمتر يعني 1 متر. طيب عندي زاوية وعندي مقابلها، نعم عندي مقابلها وعندي الوتر. مقابل على وتر هذا إيش بيعطيك من الأشياء، المواضيع العلاقة بالمثلثات؟ أيوة، جيب الزاوية ثيتا. جيب الزاوية عبارة عن مقابل على وتر، فبالتالي إحنا عندنا جيب الزاوية 30، جيب 30 درجة بيساوي عندنا البعد العمودي مقسوم على الواحد متر، فبالتالي البعد العمودي هو واحد مضروب في جيب الزاوية 30 درجة. أيوة، إذن هذا هو البعد العمودي اللي إحنا راح نستخدمه الآن. فوراً إذا نيجي نطبق على عزم الازدواج، عزم الازدواج يساوي قاف في لام فتحة وهي هي البعد العمودي. القوة عندنا في السؤال جاهزة هي عبارة عن 10 نيوتن، نضربها بلام فتحة واللي هي حكينا عبارة عن واحد مضروب في جيب الزاوية 30 وتساوي كم؟ إذن هنا بيطلع معانا، تطلع معانا الإجابة كم جيب الثلاثين؟ نص. فإذا 10 في نص بيطلع معانا 5 نيوتن في متر، نيوتن متر. إذا بعد ما طلع عني عزم الازدواج كقيمة 5 نيوتن في متر، هلا بنشوف كيف الاتجاه. بالنسبة للاتجاه إحنا بنطلع على القضيب اللي عندي. هذا القضيب حتحركوا القوة بهذا الشكل، القوتين حيحركوا بهذه الطريقة. إذا حركته بهذه الطريقة أو بهذا الشكل هيك مع عقارب الساعة ولا عكس عقارب الساعة؟ إحنا هيك بنوصفه، هذا الشكل اللي عندي عكس عقارب الساعة. إذا دوران يحدث دوران عندي عكس عقارب الساعة. أما بالنسبة الآن للمفاهيم، شو المفاهيم اللي ناقشناها اليوم؟ عندي العزم الكلي ناقشناه وحكينا عنه، الازدواج، عزم الازدواج. طبعا لازم تكتب عندك وتلخص كل مفهوم من هاي المفاهيم وتضع القوانين المتعلقة فيها وتحددها على الكتاب. أما بالنسبة لواجبنا البيتي هو كالتالي: قضيب طوله 2 متر يرتكز عند منتصفه كما في الشكل المجاور، تؤثر فيه القوى المبينة، احسب العزم الكلي المؤثر حول نقطة ارتكازه. وهيك بنكون أنهينا درسنا لليوم، ولا تنسوا إننا نخاف ما نجهله ولا نخاف من شيء بعد أن نفهمه. وبمقولة العالمة ماري كوري بنختم درسنا لليوم، إن شاء الله في لقاء قادم في الدروس القادمة. شكراً لكم.